عبد الحليم بقى جه في الفترة دي واختارك انت ليه عشان تعمل الأدعية اللي اتعملت بصورة حلوة بإحساس جميل من عبد الحليم؟ هو الله يرحمك يا عبد الحليم. يا بختك، احنا بنغبطك. انا شفته مرة من طبعا. بعيد بس مش ناسيها. امال لا انت بقى الله تعمل يرحمه. احكي لنا. انا كانت علاقتي بالحاج اسماعيل شبانه الله يرحمه، اخو اسماعيل، اخو عبد الحليم الكبير، وكان عمل معايا المسحراتي ابيض واسود. كنت عملت المسحراتي، يا حاج اللي كنت بتعمل مسحراتي سيد عملتها مكاوي 10 حلقات. وفؤاد حداد. لا ما كانش سيد مكاوي ولا فؤاد حداد، قبل كان، لا لا كان سيد مكاوي وفؤاد حداد قدام في قبل الاذاعه. انا عملتها تلفزيون. كان الحاج اسماعيل شبانه والاستاذ محمد العزب الله يرحمه والشيخ سيد النقشبندي، كل واحد الله بيعمل 10 حلقات. الله. واحنا بنشتغل، الحاج اسماعيل قال لي انا عندي اغنيه عايزك تعملها لي. فخدت الاغنيه وعملتها بالشكل اللي فيه الادعيه بتاعت عبد الحليم، اللي هي الشجر والفراشات والميه والكائنات الحيه اللي موجوده. فانتبه عبد الحليم شافها عبد الحليم وحبها. كانت ايامها الاغاني الدينيه عباره عن مآذن، جوامع، مصاحف، فانت سبح. عملت التغيير بقى. عملت تغيير خالص، انه ربنا سبحانه وتعالى، وده معتقد عندي ان من في زمان، ميه بتجري في في الارض وفي زرع بتطلع. ولما عملت العندليب حضرتك عملت المسلسل ممكن عن عبد الحليم، وعملت انت شخصيه يوسف وهبي. ممكن ممكن بقى.